الأمثال الشعبية قالوا عنها ترمومتر الثقافة الشعبية في كل البلاد، ومصر من أكثر الدول المهتمة بالأمثال الشعبية منذ القدم. كتير من الأمثال اللي بتتكلم عن الراجل بصفة عامة، وكتير اللي بيتكلم عن العلاقة بين الراجل والست، واللي بيتكلم عن الست. في منها اللي بيدافع عن الراجل، وفي منها اللي بتلبسه في حيطة وبتعلم عليه، وفي منها صح وفي منها غلط. تعالوا نشوف مثلا: اليم أمنة للرجال، يم أمنة للمية في الغربال. يقصد بيه ان الست لازم اللي تثق في اي راجل هتلبس في حيطه، لان الرجاله ما لهمش امان يا اختي، واللي يامن لهم زي اللي امن ان المايه مش هتنزل من الغربال اللي هو المنخل. يعني الراجل ما يعيبوش غير جيبه. مثل شعبي قديم استخدمه المصريين علشان يربطوا بين الرجوله والجيب العمران بالمال. يعني من الاخر، انت مش عاوزه منه غير القرشين، فخلاصي ولخصي. يعني لما يجيلك عريس جيبه عمران تمام، مش عمران مش تمام. سيبك من المظهر، سيبك من التعليم، سيبك من التربية، سيبك من الأخلاق، سيبك من أي حاجة، المهم الفلوس. جنازة بطار ولا قعدة الراجل في الدار؟ قعدة الدودة في الغيط ولا قعدة الراجل في البيت؟ المثل ده معناه ان جلوس الراجل في البيت من غير شغل وقعدته فاضي للرايحة والجاية وسطة ولقطة في البيت، ده هيبقى على عينينا كلنا واحد واحد وواحدة واحدة في البيت. متعب للست جدا، لانه ما بيبطلش طلبات واوامر، وزي ما بيقولوا بالبلدي طلق رايح جاي وشخط ونطر وكل حاجة، وتدخل في كل صغيرة وكبيرة. والويكند على قد ما الناس بتبقى عايزة تتجمع، بيني وبين الستات هي بتبقى عارفة انه بيبقى يوم مش فايت، علشان هيتدخل ويحشر مناخيره في كل حاجة. الراجل من غير كرش ما يسواش قرش، ده مثل بقى بينتصر للرجل صاحب الكرش، وكلنا بنقوله عن نفسنا لما نحس بقى ان الكرش بدأ يمد ويتمدد بالحرارة ويتمدد بالبرورة. لأن أغلب الرجال المصريين الحقيقة عندهم كرش صغير كان أم كبير، هو موجود، وخصوصا بقى بعد الجواز. فأول كلمة رجل ده بكرش، تفهم انت الراجل من غير كرش ما يسواش قرش. ظل الراجل يا اختي ولا ظل حيطه، او الراجل في البيت رحمه ولو كان فحمه. المثل ده بيقف جنب الراجل جدا، وللاسف ستات كتير هي اللي بتقوله. وفعلا فعلا ست تتجوز وتعيش مع الراجل رغم عيوبه، وتشوف ان هو احسن من انها تكون وحيده. والتفكير طبعا ده كل يعني كلنا نقول مش صح، لا حيطة أحسن بكتير من بعض الرجالة كتير الحقيقة. وللأسف ستات كتير بتفضل تشيل المسؤوليات بحجة أن ظل الراجل ولا ظل حيطة. لا يا أختي، الحيطة مفيدة أحسن، صدقيني اشتري مني. الراجل الخايب خلفته كتير، والبطيخة القرعة لبها كتير. المثل الشعبي ده بيهاجم الراجل اللي بيخلف كتير، وبيشبهه بالبطيخة القرعة، علشان بيخلف من غير ما يفكر في مستقبل الولاد ولا مصاريفهم ولا أي حاجة، وكل اللي عايزه خلفة 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 وبس. لو كانت الرجولة شنبات كان الصرصار بقى سيد الرجال. المثل ده بقى معناه ان الرجولة مش مجرد شنب، مش ذكر يعني، او صوت عالي، لكنها مواقف وجدعنة. وعشان كده لو كانت الرجولة بالشنبات كان بقى الصرصار سيد الرجالة. كيد النساء غلب كيد الرجال. المثل ده بيأكد ان الست اقوى بكتير من الراجل في تفكيرها وتصرفاتها، ومهما هو حب يعمل فيها عنتر زمانه، هي اللي بتمشي كلامها في الاخر وتعمل اللي هي عاوزاه.